كاف 24 تقول لكم الحدث بالصوت والصورة. ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرور متقابلين بوجوه مقبلة فرحة مستبشرة. تعانق الإخوة المتخاصمون بعد قطيعة استمرت لثلاث سنوات. نحيت الخلافات في لمة كان لابد لها من قمة مجلس التعاون الخليجي التي كانت إذانا ببدء صفحة مشرقة في العلاقات الأخوية الخالية من أي عوائق. بيان العلا خلص للاتفاق على فتح الأجواء والحدود البرية والبحرية بين المملكة العربية السعودية ودولة قطر. الصلح خير كان شعار القمة لإعادة اللحمة الخليجية من أجل أمن واستقرار المنطقة. محللو المشهد اعتبروا أن بوادر الحرب العربية الثانية الباردة بين طرفي النزاع الرباعي بقيادة السعودية وحلفائها الإمارات مصر والبحرين وبين قطر لم تنتهي بعد، وإنما هي مرحلة يمكن أن يطلق عليها مرحلة الهدنة والمراقبة والترقب. ملفات الأزمة بين أطراف النزاع عديدة متشابكة ومعقدة، تدخل فيها أطراف غير عربية، تركيا، إيران وإثيوبيا. الملفات ساخنة بين قطر ومصر، وبين مصر وتركيا، وبين إيران والدول العربية. قضايا ربما تعكر صفو المصالحة بين الإخوة الخليجيين، وتبقى ملفات غير معلنة تخص دواليب الغرف المظلمة. البعض اعتبر أن إنهاء مقاطعة قطر من جانب السعودية وإتمام المصالحة معها خطوة تستهدف إرضاء الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن قبل تسليمه السلطة رسمياً، وأن الخطوة تسعى من ورائها الرياض لمسح الملفات الخلافية التي قد تثبت وجود تكتلات متعثرة ببناء علاقات ودية مع ساكن البيت الأبيض الجديد. ما بين مشكك ومصدق كسر تميم وبن سلمان قواعد البروتوكول في عناق أنهى الانقسام الخليجي وأداب جليد المقاطعة كبداية لصفحة جديدة بين الأشقاء، رغم التساؤلات الكثيرة التي طرحت حول مواقف الدول الأخرى التي كانت جزءا من الأزمة الخليجية. مصر التي غاب رئيسها عبد الفتاح السيسي عن أعمال القمة كمؤشر لوجود تردد مصري حول هذه المصالحة، ثم الإمارات التي اعتبر بيان خارجيتها تحفظاً أكثر منه ترحيباً في انتظار استكمال الدوحة للشروط 13 التي سبق أن وضعت لها. جذور الأزمة ومنها العلاقات الشخصية السيئة بين القادة واختلاف الرؤى الكبير بشأن إيران وتركيا ما زالت قائمة، ما يطرح معه تساؤل كبير: هل يكون التطور الأخير مجرد تخفيف لحدة التوتر أكثر من كونه مصالحة بين الإخوة الخليجيين؟ تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش الاشتراك في قناتنا على يوتيوب وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد.